ونروح مع حضراتكم لصورة المساء. الصورة دي بنروح معاكم صورة بمليون كلمة، صورة بتوثق تاريخ وصورة اهتم بيها العالم. النهاردة الوقفة هتكون مع صورة تم التقاطها سنة 1987. الصورة دي التقطها المصور جيمس ستانفيلد. الصورة دي اختارتها مجلة ناشونال جيوغرافيك كواحدة من أفضل الصور وأفضل صورة لعام 1987. قصة الصورة دي إيه؟ هنشوفها مع حضراتكم. قصة الصورة دي طبيب بولندي، هذا الرجل اللي قاعد قدام حضراتكم، وبصوا بعيد في الصورة على جنب كده، في حد نايم لابس لبس أطباء ونايم على جنب في الأرض، وفي مريض موجود قدامكم. ثلاث تفاصيل مع صورة داخل غرفة العمليات هنركز فيها. أول صورة الطبيب ده، الطبيب البولندي اسمه زينجيو ريليجا. طيب الطبيب ده هنا بعد عملية جراحية استمرت لفترة طويلة جدا، استمرت كم ساعة؟ استمرت 23 ساعة، بنتكلم طبعا سنة 87، برضو الأدوات والعلم والطب ما كانش متقدم زي دلوقتي، عملية جراحية استمرت 23 ساعة. اللي نايم هناك واحد من فريق الجراحة بتاعه مرهق جدا من كتر التعب وبيراقبوا الحالة، فقرر انه ياخد جنب في أوضة العمليات ويفضل نايم شوية منتظر انه يقوم يكمل متابعة. هنا الطبيب اللي قاعد قدامنا ده واحد من رواد زراعة القلب في بولندا وفي العالم. الجراحة دي في الوقت ده كانت مستحيلة، كانت من الجراحات الصعبة والدقيقة واللي ما تمش حدوثها قبل كده، ولكن الطبيب ده أجراها وأجراها بنجاح، وبعد 23 ساعة الصورة دي التقطت ليه كتوثيق ليه وهو قاعد بيراقب المؤشرات الحيوية بتاعة المريض اللي أجروا ليه الجراحة دي. طبعا صورة بتحمل الكثير من الإنسانية، الكثير من العلم، الكثير من الرحمة. اختارت ناشونال جيوغرافيك الصورة كصورة عام 87 وسموها وانتشرت باسم عيون حريصة، اللي هي عيون الدكتور ريليجا وهو بيراقب المريض بتاعه وبيراقب بعد جراحة 23 ساعة جراحة في القلب. دكتور ده طبعا ليه قصة كده، هو كان عضو مجلس الشيوخ البولندي وكان مرشح في انتخابات الرئاسة البولندية سنة 2005، ولما مات المريض اللي هو أجرى له الجراحة دي سنة 87 كان عايش وكتب نعي وارثة في هذا الطبيب وشكره أنه كان حريص عليه وأجرى له جراحة كانت الأولى من نوعها في هذا الوقت.